المشكلة الحقيقية في الورق. عبد الرحيم كمال كاتب كبير برضه ومتمرس يعني بالذات طيب في المنطقة. طيب عشان كده ما عشان طب ايه اللي اضعف قاهرة كابول في الورق اثناء الاحداث؟ اولا هو من البداية خالص كان ماشي الخط الاجتماعي مع خط الارهاب بشكل متوازي ومتوازن وشيء رائع جدا، لكن لحد ما وصل رمزي الى العراق هنا ابتدى ينط نطة كبيرة جدا على احداث 25 يناير. هو هنا اسقط من التاريخ حوالي 40 سنة. انت المفروض ان دي تتعمل فيها 10 مسلسلات، التحول من القاعدة الى داعش الى جبهة النصرة الى انصار بيت المقدس الى كل هذه الجماعات بتحتاج الى 10 مسلسلات. فانت ايه اللي يخليك تروح ناطط او قفز بهذه الاحداث وتقول لي ده توصل ل 25 يناير؟ ده كان عيب خطأ كبير جدا، ويبدو بيعكس انه ما عندوش نوع من العمق السياسي، ما عندوش نوع من العمق في الملف ده.